اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع ضيفي وضيف حضراتكم كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. كريم، هنروح بقى يعني سريعا، معانا تليفون مهم جدا من روسيا من الزميل العزيز والاستاذ ايهاب الخطيب مدير تحرير الرياضه بجريده الوطن. استاذ ايهاب. كابتن عمر، مساء الفل. كابتن كريم، كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه طيب، كل سنه وحضرتك طيب، وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل الساده المستمعين. طبعا يعني حضرتك موجود حاليا في مدينة سان بطرسبرغ، فعايز أعرف بقى من حضرتك الأجواء الختامية وآخر استعدادات المنتخب الوطني، وتحكي لي عن وصول المنتخب ومحمد صلاح، أكيد حديث الساعة علشان نطمن بيها على حال منتخب مصر قبل مواجهة روسيا. كابتن عمر، الأول الساعة دلوقتي 12:30 هنا في سان بطرسبرغ. المنتخب المصري وصل في تمام الساعة 6 من مساء اليوم إلى مقر إقامته. كل الاستعدادات جاهزه في استقباله بعد التدريب في جروزني. وصلوا الى مقر الفندق، كان في قعده صغيره كده مع المهندس انا بريده، بعدها دخلوا العشاء، بعدها طلعوا لغرفهم. من شويه كانت في قعده محاضره للمستر هيكتور كوبر مع اللاعبين للحديث عن المنتخب الروسي واستعراض بعض الفيديوهات لمباراة المنتخب الروسي ونظيره السعودي. ركز مستر هيكتور كوبر على عرضيات المنتخب الروسي، واكد للعيبه ان المنتخب الروسي بيعتمد على كره جماعيه، فرقه عندها تقفيل دفاعي مميز، ثم عندها سرعه رد فعل في الهجمات، تعمل هجمات مرتده بشكل كويس، وبتعتمد على العرضيات، ودي اكبر مشكله بتواجه المنتخب المصري. شدت شويه على خط الدفاع، وخاصه على علي جبر في بالبلدي كده تطفيش الكرات، وطالبه انه يلعب جوه الملعب يا اقصى اليمين يا اقصى الشمال لاحد اللاعبين، او يلعب للفيرود اللي موجود قدام، عشان بعض الكرات اللي اتعامل فيها علي جبر في المباراه الاولى كان فيها نوع من التطفيش بدون هدف. شدد على الاخطاء بشكل كبير، وشدد على مميزات المنتخب الروسي. وطبعا يعني كده كلم كهربا في بعض الامور، قال يعني قال لهم ان في بعض اللعيبه لما بنزلها في الشوط الثاني بيبقى المقصود انها بتدي باور للفرقه وبتدي مجهود جديد. انا في بعض اللاعبين نزلت كانت بتستعرض مع نزولها. في المقابل لم يوجه اللوم لمروان محسن، واداله دفعه كبيره جدا، وقال انه مروان ما ضيعش بعض الفرص، لكن عايزه ينزل يستلم من تحت، وعايز يؤدي بشكل جماعي مع اللاعبين. خليني اقول لك طبعا، واخد السؤال من على لسانك كابتن عمر، محمد صلاح بفضل الله جاهز بنسبه 100% ان شاء الله، هيكون ضمن التشكيله الاساسيه من بدايه مباراه روسيا ان شاء الله. هو رافض انه يلعب بالواقي، في واقي كده جابوه اتدرب بيه اليومين اللي فاتوا، واقي كتف هو مش هيلعب بيه، والحمد لله اموره كويسه جدا، والنهارده كان شايل الشنطه على كده، يعني كانت اموره كلها تمام، وان شاء الله يشارك في المباراه. الجمهور يا كابتن ايهاب، طمني على الجمهور والتواجد المصري اللي ان شاء الله يكون دفعه قويه جدا للمنتخب في ملعب المباراه. لا، الجمهور الماتش اللي فات عمر كان تقريبا 15,000 مصري موجودين في يكتنبرج، اما سان بطرسبرغ اعتقد مش هيقلوا عن 20,000 مصري، مليين كل الشوارع، ناس جايه من كل حته، ناس جايه من استراليا، ناس جايه من امريكا، ناس جايه من دول الخليج، ناس جديد من كل الدنيا ناس جايه. بس سريعا، كان في ما بحبش اتكلم على مشكله، ولكن كان في نقطه نظام النهارده المهندس هاني بريده عملها، وهو مش هقول تحقيق ولا هقول، لكن هو تمت ملاحظة ان في بعض الفضائيات بتقتحم غرف اللاعبين بمعاونة البعض، بتسجيل بعض الفيديوهات داخل غرف اللاعبين، وده طبعا امر يعني امر صعب جدا، وبالتالي على الفور الدنيا مشدودة جدا في المعسكر في الساعتين اللي هم قعدوها قبل النوم، منع خالص، وتم التنبيه على قبل هيطة مدير المنتخب بمنع الامور دي، والتعميم على اللعيبه بقى فيها غرامه كبيره جدا لو حد من اللعيبه عمل كده، لان طبعا مطلوب التركيز جدا، لان مباراه روسيا هي الامل الاخير للمنتخب المصري.
غريب يا كابتن ايهاب، غريب قوي ان يعني عندنا مباراه مهمه وان كل واحد يا كريم يعني ان كل واحد بيبص على مصلحته او بيبص على ان هو يبقى ناجح ازاي، وان المفروض عندنا ماتش مهم. شفناه امبارح يعني يا كابتن ايهاب، المفروض يبقى عندنا ماتش مهم كله يكون قافل وكله يكون همه على مصلحه منتخب مصر. كابتن كريم خليني اقول لك، وكابتن عمر، ان انا ما كنتش حابب اتكلم في النقاط، انا بحب اتكلم فيها واضح جدا. في قناه اون سبورت معاها الحقوق وما بتتدخلش في بعض الامور، بتاخد ايه يعني كانها مش موجوده. انا بعض القنوات اللي بتقتحم عوض اللاعبين وبيتم التسجيل من بعض اللاعبين وبمساعده احد المدربين اللي شارك مع المدير الفني في احد البرامج المقالب، يعني شارك معاه في الاتفاق، يعني احد برامج المقالب، ان تبقى نفس القناه بتاخد لعيبه من المعسكر ويحصل قلق ويحصل الكلام ده. ايهاب شرح كل حاجه دلوقتي. لا ما انا اصلا انا راجل واضح، مش هنقعد نتكلم في حاجات، لكن الحمد لله الامور ملمومه. خلينا بس نعدي الماتش ده ايهاب. هو طبعا بعد الماتش لو حصل فيه يعني لا قدر الله، لو اي نتيجه سلبيه حصلت اكيد هيبقى ده كبش فدا واضح. لا خالص، انا مش بتكلم ان حد يبقى كبش فدا، احنا بنتكلم عشان الحمد لله نوقف اي حاجه سلبيه بس. ده الهدف من الكلام، هو ايقاف اي نقطه سلبيه، وهو اللي عمله المهندس نانا بوريده، وقف النقطه السلبيه، هي دي النقطه اللي احنا بنهدف فيها، ولا عايزين يبقى في حد كبش فدا، ولا عايزين نبقى احنا بنعمل حاجه عشان بعد كده نحاسب حد. بالعكس، المنتخب المصري على فكره الناس كلها بتتكلم ان هو عمل ماتش كويس جدا. بكلمه قال لي بالنص كده، قال لي الكره ظلمه. انا شايف ان الكره مش ظلمه بدون تحيز ولا عاطفه، لان لما يبقى رجل المباراه وحارس المرمى بتاعك طبعا الاجابه اكتر. فاهمني يا كابتن كريم؟ طبعا لما يبقى رجل المباراه. سيبنا التعادل يا اخي. ماشي، ما صحيش التعادل كان كويس، التعادل كان فير الاثنين يا ريت. لا، والفوز كان احسن، لكن ماذا قدم المنتخب المصري في الشق الهجومي عشان يحقق المكسب؟ خلينا واضحين، قدر الله ما شاء فعل. كم فرصه ضاعت من المنتخب المصري، لكن في المقابل كم فرصه حقيقيه ضاعت من المنتخب الاوروغواني. مفيش شك ان المنتخب المصري لعب مباراه كويسه في الجانب الدفاعي ومسك كوره بشكل كويس، ولكن غابت الفعاليه الهجوميه، وبالتالي يعني هيكتور كوبر قال جمله رائعه في المؤتمر الصحفي، قال لك عندنا مشكله في الشق الدفاعي وفي عدم اجادتنا لاحراز هدف. وانا بقول لك فيكتور كوبر في مباراه اوروجواي كان محتاج كاميرا تكون ملازماه، لان الراجل كان على الخط يعني مش ناقص ينزل يلعب من كتر بعض الاخطاء اللي حصلت في الجانب الامامي. عموما ان شاء الله التشكيل الجزء الخلفي المساكين اذا كان علي جبر وحجازي واحمد فتحي وعبد الشافي وراهم الشناوي وفي قلب الملعب اذا كان النني وطارق ان شاء الله الجزء ده ما فيهوش اي مشكله خالص. احمد فتحي عنده شد خفيف وهيشارك. الجزء الامامي في تفكير كبير من مستر هيكتور كوبر، ان شاء الله صلاح هيرجع، ورده كان متالق، هل هيتم الدفع بصلاح على حساب انه يبقى سترايكر صريح او فيرود صريح ويبقى تحته تريزيجيه وورده وعبد الله السعيد، ولا هل هيكون على حساب ورده المتالق اللي هيكتور كوبر شايف انه بعد ما تالق يجب ان يكون له دور في المباراه؟ دي النقطه اللي لسه هتحسم في مباراه الغد ان شاء الله. يعني استاذ ايهاب بصراحه يعني كنت موجود معايا واتكلمنا في نقطه مهمه جدا ولسه يعني هناقشها مع ضيفي، يعني وان شاء الله ما تكونش عامل سلبي على تركيز منتخب مصر في مباراته يوم الثلاثاء. الاستاذ ايهاب الخطيب بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وان شاء الله نكلمك بعد المباراه ونبارك لمنتخب مصر. كريم، قبل ما اروح لتقرير سريع عايز